اخبار اليوم. حاج حسين الدندراوي صاحب ميرسا الدندراوي. حضرتك شفت اللي حصل بنته دي؟ والله اللي حصل انا قاعد قاعد بشوف رزقي فوق، بصينا لقينا الحق يا ريس. بنبص لقينا بنت عماله تقب وتفتح تقب وتفتح. قعدت اتنين رجاله من الرجال تنطوا عليها ورمتهم لفوق فوق النجاه. مسكت في كتف واحد كده قطعت له التيشيرت بتاعه. وطبعا قضاء ربنا نفس راحت غطس. لكن هي ما كانتش يعني قاعده. سالنا بقى في الحال بقى ان ورا الواقع ديت ان الشاب كان بيغزلها او كان بيخطف منها الشنطه، الله اعلم معاهم او مش معاهم الله اعلم. كان معاها حد من زمايلها؟ كان الناس بيقولوا معاها. كان معاها اتنين بنات. اتنين بنات وواد كده جري. وانت مسكت الواد اللي كان بيغزلها؟ قال لك ايه لما مسكته؟ قال لك ايه لما مسكته؟ قال لا احنا مع بعض احنا اصحاب. قلت له اصحاب تاخد منها الشنطه؟ تبع غرقت ايه؟ انت اللي غرقتها. كنت بتصل على المباحث، المباحث خرفت قبضنا عليه. راحوا اسم اصلا مين؟ لكن طبعا ما حدش يعرف اذا كانت نطت من فوق او كانت. الله اعلم ورسوله. اذا كانت قاعده على الكراسي او نطت من فوق الله اعلم. ما اقدرش اقول لك هنا او هنا. احنا اتفاجئنا انها بتقب وتخرج. وزمايلها البنات جري انا معاها. جري. نور لك. الوقت يعني؟ الوقت يعني حوالي ساعة. محدش عارف يعني. ساعة من بعد الثلاث ساعات اللي انتوا استغرقتهم بالنهار. ما احنا كان الدليل بس ما كانش جاي لنا المكان صح. لقيتوه على بعد قد ايه من المرسى؟ من البر بقى. من البر يعني؟ حوالي زي كان 20 25 متر.